تركي آل الشيخ إنسان بسيط. نفى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ ما ورد على لسان الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية الذي يبث على قناة أم بي سي مصر عن رغبته في إنتاج أعمال فنية في مصر. فواز القرني في المقصورة ما سوى أي شيء، ما أدري إيش المقاطع اللي قاعدة تطلع وأساساً انظلم. وأكد آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: توضيح مهم، نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب يبدو أن هناك سوء فهم. أنا لا علاقة لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية، وليس لي أي علاقة في المسلسلات، ولذلك وجب التنويه، لا يصرح بلساني إلا أنا. هذا وكان قد أعلن آل الشيخ عن عرض آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم مسرحية الزهر لما يلعب على منصة شاهد، وذلك برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة أم بي سي. ونشر آل الشيخ البرومو الرسمي للمسرحية وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر معلقاً: برعاية هيئة الترفيه وبالتعاون مع مجموعة أم بي سي العملاقة على شاهد يوم الجمعة إن شاء الله آخر الأعمال التي لم تعرض للفنان الكبير الراحل سمير غانم رحمه الله. وفي السياق، كان الإعلامي عمرو أديب قد كشف أنه من المنتظر الإعلان عن تعاون فني كبير بين مصر والسعودية، وأشار خلال برنامج الحكاية إلى أن الإعلان الفني الكبير يتضمن إنتاج ما يقارب 60 مسلسلاً و15 مسرحية وأعمالاً فنية أخرى بحسب موقع صدى البلد. وتابع أن التعاون المصري السعودي يأتي في ظل ما ستشهده المرحلة المقبلة من انفتاح السوق الفني المصري على التعاون في الداخل والخارج، وسيكون لأم بي سي دوراً كبيراً في هذا التعاون.